قبل الفقرة الأخيرة وهي التكريم، نفتح باب المجال للمداخلات لعوائل الشهداء، فمن أحب أن يداخل فليتفضل. أستقبل والد الشهيد محمود أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور. أنا بس حبيت أشير بنقطة على أساس أخي اتطرق إليها. طبعا شكرا جزيلا للجمعيات السياسية والحقوقية وكل من فئات شعب البحرين بتعاونهم مع هذه الرابطة. احنا سبق وذكرنا ان احنا ما نتمنى اي امور سياسية، هذه متروكة الى القوى السياسية. احنا مجرد احنا نطالب بحقوق مشروعة كعوائل شهداء اتضررت وصادها الضرر بعد استشهاد الاب، واحنا نبد يد المساعدة كمساعدة ليست ماديا، اهم شيء معنويا. كان من فئات المجتمع وما قصروا، سواء كان من محامين وحقوقيين وجمعيات سياسية، الكل تعاون معنا كرابطة، وهذا اللي خلى آباء الشهداء بهذا المستوى، وأظن هم على قدر من الوعي والمسؤولية مع هذا الشعب الكريم. وإحنا نعتذر عن أي تقصير أو كلمة أو جرح يعني غير مقصود حصل منا كرابطة، سواء كان تصرف أو لفظي. يعني إحنا كلنا ما زلنا أخوة، والهم المشترك واحد، وأرجو من الجميع عدم حساسيات إلى أي موقف أو تطرق يعني غير مقصود. هذا اللي بغيت أوضحه. إحنا كآباء شهداء، آباء الشهداء وهم ملزمين بقضيتهم الحقوقية أولا وأخيرا. يعني يقول لك احنا دماء ابنائنا، وانتم طبعا كجمعيات سياسيه طبعا انتم ما قصرتوا معانا، اعطيتونا هذا شيء من حقوقكم. والكل يعني انا كل الجمعيات انا على ترابط وعلى تواصل معهم، مشكورين جميعا الكل صراحه. للامانه يا اباء الشهداء انا على تواصل مع الجمعيات السياسيه والحقوقيه بشكل متواصل، فالكل يقول هذا شيء حقوقكم انتون المشروعة، أنتوا اللي متضررين كعوائل شهداء. لأن اليوم العائلة أي شهيد في البحرين بعد استشهاد الشهيد العائلة تصبح في القائمة السوداء، سواء كان من اعتقال أحد أفرادها أو مداهمات على البيت وكذا. من عائلة شهيد أكو آباء أبنائهم أيضا الآخرين بالسجون. هذا اللي بغيت أوصله. وإحنا ما زلنا مادين يد العون إلى جميع فئات الشعب، وإحنا ما نفرض أي رأي سياسي ولا نتبنى أي رأي سياسي. إحنا مجرد حقوق، إحنا كأفراد أي واحد من الشعب، إحنا بس قدمنا من أجل عزتنا وكرامتنا، لكن ما نفرض رأينا السياسي. الجمعيات السياسية هي على تواصل مع المجتمع كبحريني، وكلنا في طاقم واحد، وهذا اللي حبيت أقوله. وأرجو معذرة من أي تقصير أو كلمة يعني غير مقصودة صدرت من أحد أفراد الرابطة أو من أحد آباء الشهداء، سواء كان بمجلس أو بأي أحد. إحنا ما زلنا أخوة وشعب واحد، وشكرا لكم جميعا. نشكر والد الشهيد محمود أبو تركي. لدينا مداخلتان إضافيتان ونختم، برجاء لا تزيد المداخلة دقيقة عن دقيقتين. تفضل والد الشهيد علي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا أحب أوضح لكم عن رابطة الشهداء الذي تأسست من بداية
ما كان هناك شهداء في البحرين عام 2011 و2012 و2013، والآن دخلنا في 2014. نحن نوصل كرسالة إلى أباء الشهداء الذي لم يأتوا بالفايل أو بكل ما يحضر إلى الشهيد الذي قام النظام بقتله. نحن كأباء شهداء نوثق لهذه الضحايا أو الشهداء الذي سفقت دماءهم من قبل هذا النظام الذي قام بطلق الغازات السامة أو بطلق الرصاص المباشر أو بالشوزن أو بأي مكان. نحن نقول لأباء شهداء الذي لم ينضموا إلى رابطة الشهداء، نوصل لهم رسالة أن ينضموا بأي مساندات عندهم أو فايل أو شريط أو فلاش أو أي شيء، حتى نوصله إلى الدول الأخرى، نوصله إلى دنمارك أو إلى المنظمات الأوروبية لكي يطلعوا على حقائق هذا النظام الذي يقوم بقتل الشهداء ويقوم باعتقال آباء الشهداء مثل أبو الشهيد أبو تاكي وأبو الشهيد السيد هاشم وأبو الشهيد المشيمع وغيره وغيره. وبالإضافة أتكلم لكم عن اعتقالي كأب شهيد علي الشيخ الذي اعتقلني النظام آخر مرة هذه، وكان بعدما طلق سراح الأخ أبو تاكي وحج مجيد الله يفرج عن جميع المعتقلين، قام يوم الأحد يوم الخميس يوم الخميس تم إفراج جميع من اعتقلوا معي 6 أشخاص، وظليت أنا 3 أيام في التحقيقات من قبل هذا النظام. هذا النظام قام بعقاب مشددة علي ووجه لي ألفاظ ما أحب أذكرها، وقام بضربي على الرأس وبالأفكار على الخلف، وقام بضربي 3 أيام. هذا النظام هم يقوم بقتل ولدي وهم يقوم باعتقالي، وليس باعتقالي أنا. لما أتكلم عن نفسي أتكلم عن أباء شهداء أخر آخرين، حتى أبو شهيد ياسين كان يستدعونه حتى يتم التحقيق معه من قبل هذا النظام. نحن نوصل رسالة إلى هذا النظام، نحن لن نخاف ولن نتنازل عن من قام بقتل الشهداء حتى ينالوا القصاص العادل أمام منظمة دولية وعادلة، لأن هذا النظام يقوم بكل جرائم ضد هذا الشعب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على هذا النظام، وسوف ننتصر إن شاء الله قريبا. وأنا أتمنى من كل من لديه صوت أن يضمه مع رابطة الشهداء، لأن صراحة مثل ما قال أبو شهير ياسين رابطة الشهداء تحتاج إلى معنويا وماديا وإلى آخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أبو الوالد الشهيد علي الشيخ. لضيق الوقت ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. تفضل والد الشهيد، تفضل بشكل مختصر. تفضل. أشكر الأستاذ خليل المرزوق على الملاحظة اللي ذكرها بعد كلمتي مباشرة. يشهد الله بأننا نضع كل الثقة في جمعياتنا السياسية وفي شخوصكم، ونعتقد بأن ملف الشهداء لن يضيع، ونعتقد بأننا لا نتدخل في الأمور السياسية، ولكن هذا الملف يوجد في يد أمينة وحقوق الشهداء ستكون محفوظة. هناك أجنة ورضع يجب أن يلتفت لهم كل هذا الشعب حتى لا يضيع حق الصغير والكبير. النطفة والصغير والكبير هم نفس بشرية، وزهق الأرواح يتمثل في الجنين وفي الرضيع وفي الصغير وفي الكبير. هذه همسات يجب أن تصل لشعبنا الوفي وللجمعيات السياسية. وأؤكد مجدداً بأن
فضائل الشهداء ستتحقق بإذن الله تعالى ما تصبون إليه، وسينال المجرمون العقاب الرادع والذي يشفي صدوركم. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر والد الشهيد ياسين على هذه المداخلة. قبل الفقرة الأخيرة نقف وقفة مع الشهداء، نقرأ فيها سورة المباركة الفاتحة. واجب التكريم والتقدير المناضلين خاصة الشهداء فريضة عينية وتعيينية ودائمة، لنغتنم الفرصة اليوم ونجدد الذكريات مع الشهداء ونكرمهم من صميم القلب ونخفض لهم جناح الذل أمام الصبر وإيثار عوائلهم، ونعطر الأجواء باحترام الشهادة والشهيد وأهل بيت الشهادة. الآن نبقى مع فقرة التكريم، فليتفضل أمناء الجمعيات السياسية أو من ينوب عنهم إن لم يتواجدوا لتكريم عوائل الشهداء.